صندوق نقد دولي يتوقع أن يختتم العالم 2023 أو الاقتصاد العالمي بنسبة نمو 3% مع استشراف نسبة نمو ب 2.9% في آفاق 2024. هذه النسبة لا تبدو متفائلة في ظل هذه الأزمات المتصاعدة أستاذ نهاد. نعم، تحياتي لك ولضيفك الكريم في الاستوديو وللأستاذ الرئيس في اسطنبول. الاقتصاد العالمي الآن بشكل أفضل مما كان عليه منذ 2020. ارتفع الناتج الإجمالي للعالم أو حجم الاقتصاد العالمي الآن 9%، أكبر مما كان عليه قبل جانحة الكورونا. هناك تقدم. نعم، 2023 كان عام مضطرب وكان هناك أزمات، ولكن الاقتصاد العالمي صمد وتحمل وتكيف مع هذه الأزمات. مثلا تم احتواء أزمة المصارف الأمريكية وأدت إلى الإطاحة بثلاث بنوك، كذلك أزمة كريدي سويس في سويسرا أيضا تم احتوائها، ولكن الحرب في أوكرانيا لم تنتهي بعد. الأزمات الجديدة في البحر الأبيض البحر الأحمر لا تزال قائمة وتشكل خطر كبير على الاقتصاد العالمي، لكن بشكل عام الاقتصاد العالمي الآن صامد، وكل المؤشرات تشير إلى أن 2024 سيكون عاما أفضل اقتصاديا ما لم تظهر أزمات كبيرة جيوسياسية مثل إغلاق الممر المائي الحيوي. نعم. مضيق باب المندب أو مضيق هرمز، وعدم اتساع رقعة الحرب القائمة الآن في غزة. كل هذه عوامل ستضغط على الاقتصاد العالمي، ولكن إذا تم احتوائها وتم اقتصار الحرب القائمة في المنطقة الجغرافية القائمة بها الآن. نعم. سنرى تحسن في الاقتصاد العالمي. نعم. وأنا لا أقل تشاؤما من ضيفك الضيف الزميل في الاستوديو. واضح جدا أستاذ نهاد أنك متفائل. محاربة التضخم.